كما شاهدنا هذه القصة التي امتدت قرابة 3 قرون للدولة السعودية. من هنا من الدرعية سنأخذكم إلى رحلة للدرعية عندما تأسست، رحلة للدرعية عندما بدأت، كيف بني هذا المشروع. ومعنا في الاستوديو دكتور سعيد القحطاني الأمين العام المساعد في مجلس الشورى. دكتور كل عام وانتم بخير وحياك الله في الدرعية. وكل عام والوطن قادته وشعبه بألف خير. يسرني مشاركتكم في هذه المناسبة العظيمة على بلادنا. دكتور إذا بنتكلم عن الدرعية في جانبها السياسي، ما مدى أهمية الدرعية؟ وش كانت طبيعة الدرعية عندما بدأت في ذلك العهد؟ أتحدث عن بداية عهد الإمام محمد بن سعود، أهمية الدرعية في ذلك الوقت. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي أستاذ مالك في البداية أنا أتقدم بأسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذا اليوم العظيم، يوم التأسيس. لعله أصبح من المعروف الآن خلال الأحاديث الكثيرة عن يوم التأسيس في الأيام الماضية أن جد الأسرة السعودية المباركة مانع المريدي أتى من شرق الجزيرة العربية في منتصف القرن التاسع 850 هجرية الموافق 1446 ميلادية. أتى من شرق الجزيرة من مدينة اسمها مدينة الدرعية نسبة إلى الدروع، وهو الفرع الذي ينتمي إليه مانع من بني حنيفة، بدعوة من ابن عمه أمير حجر اليمامة في ذلك الوقت ابن درع. وعندما قدم، وطبعا بشكل عام وسريع، الانتقالات القبائل والعشائر وحتى الشعوب تتم في العادة لسببين، إما لأسباب سياسية، يعني عدم استقرار الأمن والناس تخشى على حياتها، أو بسبب العوز والفقر فهم ينتقلون إلى مناطق أخرى طلبا للعيش. وعندنا لهذا أمثلة كثيرة في عالمنا اليوم، يعني نرى كثير من المهاجرين الذين غادروا بلدانهم مرغمين لعدم استقرار الأمن فيها. فمانع المريدي عندما وصل إلى اليمامة أعطاه أو أقطعه ابن عمه موقعي المليبيد وغصيبة التي قامت عليها الدرعية، لأنه مانع المريدي هو وأبناؤه من بعده ولحوالي 300 سنة قبل مجيء الإمام محمد بن سعود طوروا من هذه المدينة، حصنوها، وهذا مهم جدا تحصين المدينة، لأنه هذه المدينة قد تتعرض إما لهجمات القبائل أو تتعرض للتنافس فيما بينها وبين البلدان المشابهة لها. بلدان نجد ذاك الوقت كانت كلها محصنة بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة تقريبا، لأنه السمة الغالبة هو عدم الاستقرار، السمة وليس هناك سلطة مركزية واحدة تحفظ الأمن. وعلاقة هذه البلدان ببعضها البعض هي علاقة استغلال فرص، يعني عندما تتعرض بلدة من هذه البلدان لمشكلة، سواء مشكلة يعني سياسية عسكرية أو حتى مشكلة مثلا صحية، يعني مثلا لما انتشر الوباء في نجد وقضى على كثير من سكان العيينة مثلا، أمير الدرعية في حينها زيد بن مرخان حاول استغلال هذه الظروف يعني بدأ يخطط لمهاجمة العيينة وضمها إلى، فكانت هذه العلاقة السائدة في الدرعية وفي نجد عموما قبل مجيء محمد بن سعود وتأسيسه لهذه الدولة. الدرعية قبل مجيء محمد بن سعود حصنت بشكل جيد، يعني المستشرق موزل يصفها يقول أنه كان لها سورين، بين السور الأول والثاني 8 أمتار، فهذا يعني أنه من الصعب جدا اختراق هذا السور. وثبت هذا فعلا قبل استلام الإمام محمد بن سعود لزمام الأمور بحوالي 6 سنوات عام 1133، لأن الدرعية يمكن هي الإمارة الوحيدة في كل هذه الإمارات التي استعصت على زعامة بني خالد، وكانت زعامة بني خالد من القوة بأنها تفرض سيطرتها على شرق الجزيرة العربية وعلى أجزاء واسعة من نجد. الدرعية لم تستسلم، حاول زعيم بني خالد أنه يجرد عليها حملة، هذه الحملة لم تستطع
اقتحام أسوار لمناعة الدرعية طبعا السكان الموجودين وهم يتكاثرون مع مرور الوقت، ونحن نتكلم عن 300 سنة صحيح. لابد لهم من مناشط للحياة، يعني مزاولة الاقتصاد وخاصة الزراعة، الزراعة كانت مورد أساسي. هذا دكتور اللي نبغى نتكلم عنه، الحالة الاقتصادي في هذاك الزمن من 300 سنة كيف كان الوضع صحيح. بالتحديد اقتصاديا؟ أول خلينا نؤكد على شيء، أنه الاقتصاد والتعليم، ازدهار التعليم وبقية مناحي الحياة، الانتقال، السفر، ترتكز بالدرجة الأولى على وجود سلطة تحفظ الأمن والاستقرار. فعلا. الناس يعني تأمل الخروج من بيوتها لممارسة حياتها الطبيعية، لممارسة الزراعة. طبعا منطقة أو موضع المليبيد اللي احنا قلنا المليبيد وغصيبة، المليبيد كانت أكثر خصوبة على وادي حنيفة، وبالمناسبة هذا الوادي قبل مجيء قبيلة بني حنيفة، وهي قبيلة تحدرت من الحجاز قبل الإسلام طبعا، كان يسمى وادي العرض، لكنه سمي بوادي حنيفة نسبة لبني حنيفة الذين استوطنوا نعم هذه من سلالتها مانع المريدي، واللي من سلالتها مانع المريدي نعم، ومن سلالتها أيضا، من سلالة هذه القبيلة أيضا من كان يسمى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بملك اليمامة، اللي هو ثمامة بن أثال، وقصة مشهورة وشهير مع المسلمين حينها. نعم، يعني قطع الميرة على. أنا بقول دكتور أول، خليني أقول في تلك الفترة أول ضغط اقتصادي على قريش كان من خلال هذه الخطوة تاريخيا أول سلاح اقتصادي يمكن استخدمه ثمامة بن أثال، لأن يعني هذه المنطقة حتى عبر التاريخ كان عندها دور سياسي في الجزيرة العربية بشكل مؤثر، بالتأكيد مؤثرة على الأحداث حتى خارج الجزيرة العربية، يعني لدرجة أنه يعني قريش يعني بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني لم نعهدك قاطع رحم، يعني اكتب لثمامة بن أثال يفك الحصار الاقتصادي عنا، يعني بما معناه يعني. فكان الزراعة كانت مهمة، التجارة أيضا، خاصة التجارة احنا نتحدث كمورد اقتصادي يمارسه الناس، التجارة نحن نتحدث عن ثلاثة أنواع من التجارة، التجارة المحلية داخل الدرعية، الدكاكين، المبايعة، المزارعين يأتون بمنتوجاتهم إلى آخره، والتجارة الإقليمية اللي خاصة بعض يعني بعض التجار النشطين خلينا نقول، اللي ممكن يذهب إلى البادية ويبيع منتجاته كذا في إطار الإقليم، وكذلك التجارة الـ يعني خلينا نقول الخارجية هي دوائر، التجارة الخارجية اللي إلى الشام وإلى الحواضر الإسلامية في ذلك الوقت، الشام والعراق وحتى إلى اليمن، لكن لا بالدرجة الأولى الشام والعراق، يعني كانوا متجهين للشام والعراق وشرق الجزيرة العربية، وكان أهم خلينا نقول السلع. طبعا الغالب أنه المنطقة تستورد كل ما تحتاج إليه من هذه الحواضر، لكن هي أيضا كانت تصدر الإبل بشكل أساسي، وتصدر أيضا الخيول، يعني معروف أنه في الجزيرة العربية أمهر الخيول، يعني وكانت يعني موجودة لدى الأسر الحاكمة وكذا، منها سلالات أصيلة نادرة. جدا ونادرة، وكانت أيضا يمارسون التجارة حتى يعني. السيوف دكتور، يعني اشتهرت السيوف الحنيفية وهي نسبة لبني حنيفة، السوق عموما للأسواق العربية عموما دور أكبر من مجرد البيع والشراء، رغم أنه مثلا سوق الموسم اللي هو سوق الدرعية المشهور اسمه سوق الموسم، يعني كان نشيطا لدرجه انه هناك من يقول انك لا تسمع في السوق من الصباح الى المساء الا قولت بعت وشريت، ففي نشاط اقتصادي، لكن السوق يقوم بادوار اخرى اكبر، السوق هو ملتقى للناس فعلا، السوق هو مكان الاخبار، هو تويتر الناس يعني. مكان للراي العام بشكل عام، مكان الاعلام، اولا يسمعون الاخبار فيه، يتلقطون الاخبار، يسالون عن بعض، يعني الغائب المسافر ياخذون اخباره ويتلقطونها بالسوق، لا ايضا دور اجتماعي انه 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 قد تتم او تنشا بدايه الزيجات والى اخره من 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 الاسواق.